الجزء الرابع من ملزمة الكاونتر. زين، هذا الجزء من راح ناخذ مثال اب كاونتر، بس هالمرة راح ناخذه مو بالسرعة، راح ناخذه 0 1 3، يعني مثلا على حسب المثال اللي وعدنا. بهذا المثال اللي عندي شو يقول لي؟ يقول لي صمم لي كاونتر يحسب لي التسلسل التالي 0 1 3 6 0، يرجع لصفر باستخدام شنو؟ باستخدام جي كي فليب فلوب. اذا راح اسوي لهذا الكاونتر يحسب لي من 0 للـ1، ومن الواحد للـ3، من 3 للش اسمه لل للستة، ومن 6 للـ0. زين، اوكي، احنا متفقين. اول شيء نرسم البريزنت ستيت، صح؟ انا ايش عندي من 0؟ هذا التسلسل مالتي 0 1 3 6، يرجع لي وين؟ للصفر، يعني باعتبار يرجع لي هنا. زين، ايش قد على الرقم هنا عندي؟ 6، صح؟ اذا 6 انا عندي، يعني طبعا الانبوتات لو 2 اس 2، لو 2 اس 3، لو 2 اس 4، لو 2 اس 5. الاثنين اس 4 يعني ايش قد؟ اقصد الاثنين، سوري، 2 اس 2 يعني ايش قد؟ يعني 4 4 احتمالات من 0 ل 3. الـ2 اس 3 يعني ايش قد؟ يعني 8 احتمالات. الـ2 اس 4 يعني 16 احتمال. هسه هنا انا جاي اخذ اثنين، يعني كم انبوت هنا عندي؟ عندي 3 انبوت، يعني 2 اس 3، يعني من 0 للـ7، يعني 8 احتمالات. ليش؟ لان اعلى رقم عندي وصل ل6، واللي هي قريبة من الـ8. فاذا هنا عندي 3 انبوت اللي هو A B C، صح؟ زين، اكتب الـ present state 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1. هسه تلاحظون بالمثال انه هو ما كاتبه كله بريزنت ستيت، هسه نعرف شكو شو صاير. 0 1 0 1 1 1 0 1 1، لا 0 1 1، ايش تسوي انت؟ ايش تسوي؟ ايش بيك؟ زين، هذا هو البريزنت ستيت. راح اكتب وراه شنو؟ النكست ستيت A بلس B بلس، وهمين ما كتبت QA لأن تعجز. زين، هسه الصفر شنو يجي وراه؟ هذا عندي مرتبة صفر، صح؟ شنو يجي وراه؟ يجي وراه 1، أليس كذلك؟ إذا داخلي 0 0 1. زين، هسه الواحد شنو يجي وراه؟ يجي وراه 3، إذا داخلي 0 1 0. هاي هي الـ2، هاي الـ3. إذا خليت شنو؟ 3. هذا ايش عمول يبين؟ زين، هسه الصفر خليت وراه 1، الواحد خليت وراه 3، هسه الـ2 شنو يجي وراها؟ دا اعطيكم 5 ثواني، خلص وقتكم. الـ2 موجودة بالتسلسل مالتي؟ ما موجودة، اذا اخلي كله دونت كير. اوكي، نكمل. الـ4 اقصد الـ3 شنو يجي وراها؟ الـ3 هاي الـ3 شنو يجي وراها؟ 6. اذا 0 1 0، ما حافظ، 1 1 0، ها هي الـ6. ورا الـ3 يجي 6 على حسب التسلسل فوق. زين، هسا هاي الـ4 شنو يجي وراها؟ عندي 4 فوق بالتسلسل؟ لا، اذا خليه دونت كير. زين، 5 شنو يجي وراها؟ عندي 5 بالتسلسل؟ لا، اذا انا اخلي دونت كير. 6 شنو يجي وراها؟ هاي 6، صح؟ هاي 6 شنو يجي وراها؟ 0. اذا 0 0 0. زين، 7 شنو يجي وراها؟ عندي 7 فوق بالتسلسل؟ لا، اذا انا اخلي دونت كير. يعني باعتبار سويت العداد يبدي لي 0 1 3 6 0، يرجع يعني 0 1 3 6 0 1 3 6 هيجي يد. فذني خليته دونت كير لان ذني ما احتاجه. انا شو احتاج؟ احتاج ذني هذا وهذا، هذني اللي احتاجه. بس الدونت كير ليش كتبته؟ لان كتبه بالكارنوف ماب، فلهذا السبب كتبته. بس بينما هو هنا لو تلاحظون بالحل المثال كتب بس الصفر، وكتب الواحد، وكتب الـ3، وكتب الـ6. 0 1 3 6، الصفر خلاه وراه 1، الواحد خلاه وراه 3، الـ3 خلاه وراه 6، والـ6 خلاه وراها 0. كتب بس دني اللي يحتاجه. بس انا ليش كتبته كلها؟ لان عم اراويكم لما نوصل الكان اوف ماب هو خال دونت كير، اخاف تسوون هذا الدونت كير من اجي،
ترويات ذن الارقام اللي احنا مكتبناها. زين هسه ورا الاهم اللي دونت كير، او قبل اللي دونت كير سوري، نكتب الجي والاي، جي اي كي اي، بعدين جي بي كي بي، جي سي كي سي. هذا نعرفه من الاكسايتيشن تيبل، المفروض نعرف هذا الشيء صح؟ زين هذا يصير صفر دونت كير، صفر دونت كير، واحد دونت هنا واحد دونت كير سوري، هذا هنا ما اكتب شيء حاليا، واحد دونت كير و دونت كير الواحد، هذني البقان الدونت كيرات، اكتب دونت كير دونت كير دونت كير دونت كير. اوكي يعني ذني هن اللي مال العدادات مالتي، والجي بي شا يكون صفر دونت كير دون واحد دونت كير دونت كير للصفر دونت كير للواحد، هنا شا يكون دونت كير 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 دونت كير. زين والجي سي راح يصير واحد دونت كير دونت كير للصفر دونت كير الواحد صفر دونت كير، وهذني ما احتاج الارقام دونت كير دونت كير دونت كير دونت كير كلها دونت كير. زين هسه شنو اروح على الكان اوف ماب، راح اكتب الكان اوف ماب للجي اي، راح اكتبه هنا، الباقي سهل عليكم، كان اوف ماب هذا ما بي اي اختلاف سهل. اي بي سي صفر 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 واحد 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 صفر صفر واحد. زين الموقع الصفر ايش عندي، هذا صفر 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 ايش عندي هنا، هذا ما داخذ الجي اي تاكتو كان اوف ما جي اي، بس عندي صفر، اذا هنا عندي صفر. الموقع الثاني صفر صفر واحد ايش عندي، هم صفر، ورا يجي دونت كير، ورا يجي واحد، ورا يجي دونت كير، ورا يجي دونت كير، ورا يجي دونت كير، ورا يجي دونت كير، اذا راح يكون هذا اللوب مالتي. لا شوف شوف الغلطة عافية، يصير اخذ لوبه بالستة، لا ما يصير لوبه بالاربعة بلت، اذا معادلة الجي اي يساوي لي بس البي، لان هذا مختلف والاي مختلف بس البي، ونفس الشيء كذلك في المعادلات مال فاني. ليش كتبت ذني؟ لان بالكان اوف ماب بعد شو اسمه يعني هو يعني احتاجها اكتبها، فاخاف يعني لان هو هنا ما كاتبهن، فعمود اخاف شنو ذني دونت كيرات ما جتي ترى هن ياتن ذني الارقام اللي افناها. فذني هذا الكان اوف ماب هذا اللي احنا سويناه، استخرجت معادلة كيو بي، هذا الثاني يطلع واحد، الثالث يطلع جي بي، هذا يطلع كيو سي، والكي بي يطلع هذا، ونرسمه نفس الشيء. زين نون باينري كاونتر نجي عليه، هذا شو اسمه نون باينري كاونتر هم اللي راح اسويه من ضمن هذا الفيديو لان هم سهل. نون باينري شو يقول لي بالسؤال، ديزاين 3 بت جراي كود، جراي كود هذا مو باينري، جراي راده جراي كود اب كاونتر يوزنج تي فليب فلوب. زين شراد سوري وين كنا، ديزاين كلاث بيت جراي كود اب كاونتر يوزنج تي فليب فلوب. زين دي يقول لي 3 بت، يعني 3 بت شنو؟ يعني مود 8، لان 3 بت يعني كلاث انبوت واحتمالات مالته 8 يعني من الصفر للسبعة. زين هسه ما طول 3 بت من الصفر للسبعة اوكي، بس هذا الشيء يريده يريده جراي صح؟ هسه لو تلاحظون هنا تشوفون هذا التسلسل صفر 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 واحد صفر واحد واحد صفر واحد صفر واحد واحد صفر واحد واحد واحد، شنو هذا التسلسل ومين اجى؟ خلينا نشوف احنا اذا عندنا هذا التسلسل، وين الورقة ذيج؟ بلكي القاها يا الله، هاي الورقة راح تبقى لنهاية الفيديو اثرية راح تاخذ بيها، شوف قد عجوزي ما اكتب جديد بعدني على هذا الشيء. زين هسه هذا البريزنت ستيت هذا مال باينري صح؟ من الصفر للسبعة، إذا أريد جراي هو اللي يقول لي جراي كود، فلازم هذا أحوله إلى جراي، شلون أحوله؟ كل واحد أحوله إلى جراي، إحنا إذا نريد نتذكر طريقة التحويل من باينري إلى جراي، مثلا عندي صفر واحد صفر واحد، إذا أريد أحوله إلى جراي، أول رقم يزيد كما هو نفسه صفر، هذا الصفر إكس أور الواحد إكس أور، صفر إكس أور الواحد جيت واحد، واحد إكس أور الصفر واحد. صفر اكس واحد واحد، فايش نحول؟
عرفتوا؟ هاي بس كان اذا نريد نتذكر. فانا هسه شو اسوي؟ لا احول الصفر الى جراي، واحول هذا الى جراي، واحول هاي الى جراي، واحول هاي الى جراي. فاول واحد الصفر اذا اريد احوله شو يصير؟ صفر صفر صفر. خلنا نطوي هيك. فاول واحد صفر 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 اذا اريد احول الى جراي هذا صفر صفر صفر. اول واحد يجي كما هو، صفر اكسور الصفر صفر، صفر اكسور الصفر صفر. فاذا اول واحد صفر صفر صفر، الورا صفر صفر واحد اذا اريد احوله هذا صفر صفر واحد. هذا اول واحد يجي كما هو، صفر اكسور الصفر هذا يجي كما هو، صفر اكسور الصفر صفر، صفر اكسور واحد واحد. اذا هذا شو حيصير؟ صفر صفر واحد. زين، اذا هذا هذا وهذا هذا، صفر واحد صفر اذا اريد احوله صفر واحد صفر. اول واحد يجي كما هو صفر، صفر اكسور الواحد واحد، وواحد اكسور الصفر واحد. اذا الاخ شنو؟ الاخ اكتب واحد صفر واحد واحد، وهكذا نظل نستمر. يعني احول كل مرتبة كل رقم احوله الى جراي. فهو هنا شو مسوي؟ هنا بالاصل اكو صفر 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 محولة. خلينا نسوي نقرب عليكم، شوفوا هنا الصفر صفر صفر محولة الى جراي، والصفر صفر واحد محولة الى جراي، والصفر واحد صفر محولة الى جراي، والصفر واحد واحد محولة الى جراي. فكل نحولين الى جراي وراها طريقة الحل تبقي نكمل نفسها بالضبط. بس هنا راد تي فليب فلوب، يعني اذا صفر وصار صفر هذا صفر، صفر صار صفر هم صفر، صفر صار صفر هم صفر، صفر صار واحد انقلب، اذا التوغل اشتغل، لان هذا تي فليب فلوب هذا توغل. لما الصفر يصير واحد يعني واحد، ولما الواحد يصير صفر يعني هم واحد. بس لما الصفر يبقى صفر ولما الواحد يبقى واحد هذا شنو؟ صفر. هسه انا واحد واحد صار صفر، واحد واحد صفر، واحد واحد صفر، الواحد صار صفر هذا شنو؟ صار واحد، لان التوغل اشتغل. وهكذا كتبنا للتي اي، وكتبنا للتي بي، وكتبنا للتي سي، نرسم الكانفا مالتهم ونرسم الرسم ويطلع لي الحل. ها هي هذا النون باينري كاونتر. وراها اوكي، وراها راح نشرح او بهذا الفيديو نفسه، بهذا الفيديو نفسه لا وراها. الى اللقاء، اقصد وداعا بالفيديو الاخر راح ناخذ السيلف كوركتنج نشوف شنو هذا.